فكان التقويم الميلادي قد وصل الآن إلى عام 2019، والتقويم الهجري إلى عام 2040، إلا أن التقويم الأمازيغي تجاوزهما معا ليصل مع ليلة 12 من يناير كانون الثاني إلى عام 1969، في مناسبة جد خاصة يحتفل بها الكثير من سكان شمال أفريقيا، حيث يوجد تعداد كبير من الأمازيغ. العام الأمازيغي الجديد مناسبة للاحتفال بطقوس خاصة ينطلق تزامنا مع بداية العام الميلادي الجديد، ويبلغ ذروته يوم 12 من يناير كانون الثاني من كل عام. المناسبة تعد منذ قرون حكرا على الأمازيغ، إلا أنها تحولت مؤخرا إلى إرث واحتفال مشترك للشعوب في شمال أفريقيا، والتي تسكنها منذ القدم. لنتابع. إذناير إذن سكاس أو العام الجديد بالأمازيغية، ويقابل ليلة 12 يناير من كل سنة مناسبة احتفال الأمازيغ بعامهم الجديد بالمغرب كما في باقي دول شمال إفريقيا، وهي المناسبة التي باتت تخصص لها احتفالات تتم وفق طقوس وعادات متوارثة منذ قرون، وتعيش هذا العام ذكرها 1969. وإن كان التقويم الأمازيغي لا يكتسي أي دلالة دينية، فإن المؤرخين يربطونه بالدورة الزراعية. هذا الاحتفال اللي ولا مؤخرا كيحظى بواحد الاهتمام ديال شرائح واسعه، ولينا امام واحد الموجه ديال اعاده احياء بعض التقاليد اللي مرتبطه، تقاليد متجذره في عمق المجتمع المغربي. كنلقاو بان راس السنه الامازيغيه هو مناسبه لاظهار علاقة الإنسان بالأرض. احتفالات الأمازيغ بالعام الجديد تبدأ بتحضير أطباق أكلات خاصة كتاغلة أو التريد في أجواء عائلية خاصة عنوانها الفرح والحبور. يتوسط مائدتها صحن الشاي المغربي ومختلف أنواع المكسرات والفواكه الجافة. السنة الفلاحية أو السنة الأمازيغية الحمد لله كاع الناس كانوا كيحتفلوا بها في ديورهم. دابا كثقافة أمازيغية اللي هي ثقافتنا الأمازيغية اللي هي غنية بزاف د الحوايج، بحال أسرد وغردة، بحال باللغنجة، بحال أوركي من واحد الأكلة اللي تدار في البرز، كاينة تقول ليل نير اللي بصدد الاحتفال بها. احتفالات الأمازيغ بعامهم الجديد تتميز بطقوس وعادات خاصة حافظوا عليها منذ قرون خلت، يمتزج فيها الغناء بالأكل والشرب وصلة الأرحام. شكرا تلمس. وتواكب هذه الاحتفالات مهرجانات عديدة تتخللها عروض فولكلورية فنية لمختلف الفرق الأمازيغية بالمغرب، وكما تعتبر المناسبة كذلك فرصة للوقوف عند أهم المكتسبات والمطالب التي حققها الأمازيغ بالمغرب، وفي مقدمتها دسترة اللغة الأمازيغية والمطالبة بيوم السنة الأمازيغية كيوم عطلة بالبلاد. كريم القرقوري، التلفزيون العربي، تيزنيت، جنوب المغرب. ومن الرباط نرحب معنا بسيد محمد نوفل عامر، باحث في الشأن الثقافي والتراث المغربي. أهلا وسهلا بك. يعني كما قلنا التقويم الأمازيغي من بين أقدم التقويمات في العالم، دعنا باختصار شديد بأصول هذا التقويم ولماذا بالتحديد 12 من يناير يعتبر رأس السنة الأمازيغية. بسم الله الرحمن الرحيم. مسوكاسا مباركي كما يقال بالأمازيغية. سعيد جدا لطرحكم هذا الموضوع المهم جدا، وأسعد لكوننا نطرحه في بداية سنة أمازيغية جديدة وهي سنة 1969، أي بفارق 950 سنة عن التقويم الميلادي. سعداء لأننا نطرح هذا الموضوع اليوم، لأنه يحمل أكثر من دلالة لكونه يمتد من المجال التقويم
الثقافي إلى مجالات متعددة جدا. يجب بداية أن نعرف أن المسألة الأمازيغية لا ترتبط بسكان استوطنوا لأزيد من 30 قرنا منطقة شمال أفريقيا من واحات سيوة شرقا إلى حدود الأطلسي غربا ومن شمال مالي والنيجر جنوبا إلى مرورا أو وصولا إلى المتوسط شمالا، بل أكثر من ذلك سكان لهم بصمة تاريخية مهمة على مستوى المنطقة، وتعود أصولهم بالتحديد إلى أمازيغ ابن كنعان ابن حام ابن النبي نوح. أي هناك جذور تاريخية ضاربة في عمق التاريخ تعود لهؤلاء، بل هناك من يقول أن هذا التقويم الذي تحدثنا عنه هو تقويم مستحدث يعود إلى أسطورة قريبة جدا، بل هو تقويم الأمازيغي قديم قدم التاريخ. تعود الأسطورة هي أسطورة يعني في أطروحتين، أطروحة تقول أن هذا التقويم بدأ في يوم انتصار شيشنق أو هو أحد القيادات الأمازيغية على الفراعنة في معركة شهيرة بتلمسان، وهناك من يعود إلى أسطورة العنزة التي هي أسطورة تاريخية والتي ارتبطت بالأرض. التاريخ أو التقويم 12 يناير هو تقويم يرتبط بالأرض، وهو نوع من التحديدات التاريخية منذ بداية اهتمام الإنسان بالفلاحة. وأظن أن ارتباط الأمازيغ بالأرض لم يكن وليد اللحظة أو وليد الصدفة، لطالما كانوا مرتبطين جدا بأراضيهم، مرتبطين جدا بالفلاحة باعتبارها جزءا أصيلا في موروثهم الثقافي، والأمر يمكن أن نلاحظه في لباسهم، في عاداتهم، في تقاليدهم، في غنائهم، وكذلك في أكلاتهم الشهيرة. ما أكثر المعتقدات اليوم التي تتقاسمها الشعوب الأمازيغية؟ أولا أنا أتحفظ على مسألة الحديث عن الشعوب الأمازيغية، لأنه كما جاء في تقريركم أظن أن مسألة الحديث اليوم عن فصل بين مسألة الأمازيغ وغيرهم من سكان شمال إفريقيا ونوعا من الاستلاب ونوع من الحديث لا إيديولوجي عن الفكرة الأمازيغية. لا أظن أن اليوم يعني لا يمكن الفصل بين المكونات الثقافية، يعني ولا أتحدث هنا عن الثقافة الأمازيغية. دعني فقط لو سمحت أن أشرح وجهة نظر، نتحدث عن تقامر فالأمازيغية كجزء أصيل. أنه محمد اسمع إلي لو سمحت، لا أقصد أبدا يعني من المنطلق الأيديولوجي، بالعكس يعني أنا ما قصدته، أريد يعني الغاية من السؤال معرفة ربما هذه الثقافات المتقاسمة، بس أنه جيد جدا أن تثير هذا الموضوع الذي لم يخطر على بالي، يعني أنت تفتح النقاش على شأن آخر. تفضل. لا فقط للتوضيح أن المسألة الأمازيغية هي جزء من الهوية الوطنية لشعوب شمال أفريقيا، وبالتالي هي مكون من مكونات الهوية المركبة لشعوب شمال أفريقيا. نحن نتحدث في شمال أفريقيا عن مواطنة من نوع خاص، مواطنة من نوع يشمل الحاضنة للتنوع، الحاضنة للتعدد، الحاضنة لمختلف الثقافات، والثقافة الأمازيغية هي جزء من الثقافات المكونة لهذه الهوية. اليوم من مجموعة من البصمات الاحتفالية هو أنه هناك إجراءات فعلية على أرض الواقع التي لا تجعل من هذا اليوم إجراء معزولا. المسألة الأمازيغية في المغرب طرحت منذ وصول عاهل البلاد محمد السادس إلى الحكم، أي منذ 2001، منذ خطاب أجدير 17 أكتوبر 2001، الذي من خلاله رسم معالم التعامل مع المسألة الأمازيغية، ورسم مسألة إحداث ما يسمى بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. والمغرب كان سباقا في طرح النقاش حول التفيناغ أو الحرف الأمازيغي للنقاش، كان سباقا في طرح وترسيم الأمازيغية منذ دستور 2011. إذن هناك اهتمام بالموروث الثقافي الجمعي لمختلف مكونات الشعب المغربي، ولا يمكن أن نتحدث هنا عن شعب أو شعوب داخل منظومة مواطنتية موحدة اللي هي مواطنة المغربية الحاضنة للجميع. الاهتمام بالثقافة الأمازيغية اليوم خصوصا لم يعد حكرا على مناطق ناطقة بالأمازيغية، بل هو يشمل كل مناطق المغرب، ويشمل كذلك مناطق حضارية مختلفة مهتمة بالشأن العروبي أو ناطقة بالدارجة المغربية التي تجمع ما بين الأمازيغية والعربية وغيرها من اللغات أو من المكونات اللغوية التي مرت بالمغرب. أكثر من هذا الأمر أنه المطالب بترسيم يعني بداية السنة الأمازيغية هو يعني وجعله عيدا وطنيا لم يعد مطلبا محتكرا من بعض الفئات الأيديولوجية التي
التي تطالب يعني أو تتحدث باسم الأمازيغ. المطلب أصبح شأنا وطنيا، وأكثر من ذلك أن بعض الأحزاب الوطنية المغربية المعروفة بميولاتها القومية العربية بدأت اليوم تتحدث عن هذا الترسيم، وتتحدث عن جعل 12 يناير عيدا وطنيا ويوما للعطلة الرسمية المؤدى عنها بالمغرب. محمد نوفل عامر، الباحث في الشأن الثقافي والتراث المغربي، على كل هذه الإحاطة شكرا جزيلا لك.